انه كل حدا بفكر لازم بنقول بالانجليزي تو انفنت ذا ويل، انه بدنا نخترع العجل من جديد، ولكن اكشلي برايي اهم شيء لنا كشباب نطلع ايش موجود، نروح ندعم الموجود، مش بالضروره نستفيد من الاشياء اللي حوالينا، نخترع ونعمل اشياء جديده، وانما في كثير اشياء مهمه نبني عليها نخليها لنا. صحيح. سعيد، مشاركتك بالجائزه تحديدا عن اربد يمكن، وحبيت تركز على الشباب هناك، كيف اجت الفكره؟ شو اسم المشروع؟ اسم المشروع مطوع شباب اربد. هي شبكه شبابيه بتعتني بالشباب الجامعي مالي باربد. بنحاول من هاي الشبكه ندرب الشباب ونمكنهم ونساعدهم يبلشوا مشاريع تهدف لخدمه والمجتمع المحلي عم بيعيشوا فيه. حلو. مدينة إربد لما بلشت المشروع فيها تقريبا 70,000 طالب جامعي. بهاي الفترة بحياتهم مش عم بيستغلوها وما بيستثمروا الطاقات والمهارات اللي عندهم. فإحنا فكرنا ليه ما نستفيد من طاقاتهم ومهاراتهم اللي عندهم ونحاول نفيد المجتمع، بالإضافة نفيدهم هم ونعطيهم خبرة بحياتهم بتفيدهم بعد ما تخرجوا بسوق العمل. حلو. وزينا كمان اسم المشروع نوايا، ويمكن نابعة من النية إنك تلاقي فعلا تغيير. فشو فكرة نوايا بالضبط؟ هي الفكرة أجتني من كذا سنة وقت تعرفت على بنت بضيعة بلبنان. كان عمرها شي 13-14 سنة وقدمت لي كذا ورقة، يعني الديزاينز تبعها سكتشز رسماتها بجننوا كانوا. سو قلت أكيد هيدي البنت فيها تكون فاشن ديزاينر شي نهار، بس لأنه عايش بمنطقة معزولة عرفت أنه ما رح تقدر توصل لحالها. سو إجتني الفكرة أنه ليه ما منخلق شبكة أونلاين نقدر نلاقي الشباب يلي موهوبين بس ما عندهم الموارد تيقدروا ينموا سكيلز. سو نحن هلأ منشجع الشباب يلي عندهم باشن أو شغف مظبوط بمجال معين، بالفن، بالموسيقى، بالرقص، بالتمثيل. حلو. بس ما عندهم الأكسس للمدربين والصفوف وحتى التمويل، ما بيعرفوا ناس، ما بيعرفوا أشخاص ممكن يوصلوهم. مظبوط. سو هيدي الأونلاين بلاتفورم على نوايا.org خلقنا طريقة جديدة using social media تنقدر نلاقي هالموارد. برافو. ونرجع نعمل لهم redirection. برافو زينة، إنه من لحظة يمكن إنك أنت والبنت التقيت ولقيتي عندها إبداع، من لحظة أنت قررتي إنه تصنعي تغيير، مش بس تشوفيها وتحكي مسكينة لو انها حدا يساعدها. هي منا مسكينة، يعني عندها القدرة، بس لانه عايشة بمنطقة معزولة نحن لازم نجي نقدم يلي فينا مشان تقدر تخلق البوتنشل يلي هي يعني حبيتي من خلالها فعلا تصنع تغيير. برافو زينة. مازن، نفس الشيء من السودان، موضوع جدا مهم وانساني وهو مشروع طبي سودامات، تحكي لنا عنه. نحن مشروعنا مختلف شوي عن باقي المشاريع. نحن شركة أسسناها قبل تقريبا سنة ونص. الفكرة أنه عشان أنا أقدر أقدم الخدمات اللي أنا بقدم فيها محتاج لي دعم مادي. بتطلع الدعم المادي من الشركة نفسها. نحن عندنا زي ما يقولوا فلسفة أنه 70% من الدخل بتاعنا بيمشي لمشاريعنا الخيرية. فشركتنا هي اساسا 70% من الدخل من الشركه يروح لمشاريع خيريه. فشركتنا اساسا هي بتشتغل في خدمات طبيه ما في السودان، منها دليل طبي، منها تحليل تسويق طبي، الى اخره، تدريب طبي، عندنا مركز بتاع تدريب. فبنستعمل المصاري ولا الفلوس اللي بتطلع من المشاريع الفور بروفيت، يعني فور نون بروفيت ريزنز، يعني ولا لاشياء خيريه. حلو. عندنا مراكز طبية خيرية، بندعم عوائل اللي هو ما بيقدروا انه هم يدعموا نفسهم في التعليم في كده، وعندنا مشاريع كثيرة يعني خيرية غيرها. يعني انا بدي اهنيك لانك انت طبيب ومش بس اخترت انك تنقذ حياة اشخاص من خلال الطب، بل انك تأسس شركة لتجميع المعلومات الطبية بالسودان، فبرضه برافو عليك. قبل ما ننتقل نشوف فيديو عن العشر مشاركين اللي كانوا اكيد من ضمن 365، بدي انتقل لك نادية لا تحكي لي عن مشروعك، يمكن برضه هيك شوي مختلف بطابع مختلف. مشروعنا هو يستخدم الرقص، بنسميه الرقص المجتمعي، اللي هو مش الرقص المحترف، لا تدعيم المجتمع، لأننا نجيب مجتمعات مع بعض. يعني بالسنة الأولى اشتغلنا مع فئة من مجموعة في قرية مسيحية وقرية مثلنا، كان في شوية تحديات خليني أقول بينهم، وقدرنا نجمع ما بيناتهم. حلو. بعدين اشتغلنا بقرية كان النساء البنات ممنوعين انهم يشاركوا بمشاريع. بالسنة الأولى ما نجحنا، أخذنا بس 17 ولد، السنة هاي صرنا قادرين نجيب 36 بنت. فهو استخدام الفنون لأنك تخلي الأطفال يعبروا عن نفسهم، زائد
الشغلة كتير مهمة إنه بفلسطين الأطفال بيعيشوا تحت للأسف عنف دائم اللي بيؤدي لأنهم يعني ما بحب كتير الإحصائيات بس في إحصائيات بفلسطين بتقول الأطفال عنا بيعانوا 95% منهم من ما يسمى بالبوست تروماتيك ستريس ديس أوردر. هذا البوست تروماتيك ستريس ديس أوردر بالرأس هي واحدة من أسهل الطرق أنك تعالجه لأنه البني آدم كل شخص بيقدر من تجربة الصدمة هاي ينمو بدل ما إنه يصير عنده ستريس ديس أوردر بدل ما يصير فيكتم بيقدر ينمو ويطور نفسه. والرأس بيوفر كل إشي لأنه بدك تقوي حالك جسديا عاطفيا مجتمعيا وعقليا. تجربة الرأس بتوفر لك كل هاي الأمور. تجربة الرأس ولقيته تجاوب من الناس ما استغرب مثلا أنه أنا من رأس بدي أحل مشكلتي. أنا برأيي واحدة من أهم المشاكل إحنا دائما بنحط العوائب قدامنا بنقول هي ما رح يتقبلوا. بحب أحكي أنه إحنا لما بلشنا بشهر رمضان واجوا ناس وكانوا الأطفال عندي يصوموا خلال النهار بالبريكس اتعلموا حتى التايم مانجمنت كانوا يرتاحوا بالبريكس كمان. وكانوا يعرقوا وكانت الدنيا شوب وكنا نشتغل بجنين اللي هي منطقة كتير شوب أبدعوا لأنه لازم دايما نفكر بالمحتوى. حبوا الفكرة مش بس الفكرة الأهاليهم شافوا قدي عم بتطور وقدي عم بينمو حلو. والفكرة برضه ما إجينا نعمل عرض جايبينه من برا ملوش علاقة بالمجتمع. العرض كان عنوانه المنفى. حكينا عن تجربة الفلسطينية بالمنفى مش بس التجربة الفلسطينية التجربة حتى حكينا عن الأفارقة كيف بيهاجروا عبر المتوسط اللي برضه نخرج من القوقعة الذاتية مثلا لإلنا كفلسطينية إنه إحنا وضعنا في شعوب كتير مروا بظروف صعبة صحيح بيعانوا زينا ولما إحنا كبني آدمين بنترابط مع بعض ونتواصل نقدر ننمو. برافو نادية. إذا رح ننتقل هلا نشوف الفيديو نتعرف على العشر مشاركين وكمان بنرجع نحكي عن التنين اللي فازوا وشو طموحهم المستقبلي. خليكم معنا. Ago, I started this NGO called the Nawaya Network with the intention to empower disadvantaged youth who had hidden potential, who had talent or skills, but they weren't able to further develop their skills because they were disconnected from all the resources. SudaMed was created as an initiative to fight the lack of information and the lack of healthcare in our country. So much violence in Palestine. This violence is leading to trauma. I Can Move, as a project of Yante, we are using community dance to transform this trauma into growth. The idea behind Dinner in the Dark came from that the visually people get to dine in the dark with the blind people. The person who can see asks for help from the blind person, where in real life, it's totally the opposite. يمتاز مشروع التمكين السياسي لشباب اليمني بأنه واقعي ومبني على إشراك كافة فئات المجتمع مثل المعاقين والمهمشين والنساء والعاطلين عن العمل والطلاب بنسب عادلة ومتكافئة. What we do at Yara is we tackle social issues with fresh thinking to produce solutions that are scalable, innovative and collaborative. Educate Me is unique in the sense that it does not regard children as minors, but we do regard them as innovators. We learn from them a lot, and we allow them to take responsibility for everything that happens in Educate Me. Trip to Innovation came to life when we recognized that the limited natural resources of Jordan will not allow offering employment opportunities for all job seekers. So we thought of innovation and entrepreneurship as solution to face the major challenge that faces youth, which is unemployability. After 2011, so many people were trying to express themselves through demonstrations, strikes, and sometimes violence. Anel Wazir project empowers young people through unique form of progressive activism to participate in the decision-making process in their communities. مشروع متطوع قرب بيمتاز إنه قائم على الشباب الجامعي. من خلال مشروع الشباب أنفسهم هم المسؤولين عن التخطيط وتنفيذ وإدارة المشاريع بشكل كامل. Along the way, we face many challenges such as lack of data, lack of knowledge, and even lack of interest.
But we as a group never gave up. Art in general and dance especially are seen to be privileges in a society impoverished like Palestine. The major challenge that faces any non-for-profit organization is the financial resources. And we try to overcome this challenge by approaching many partners from the public and the private sector. The female participation at the beginning of the project was very low. So we designed a raising awareness campaign targeting young females to invite them to participate in this project. The reason why we decided to produce mini products is to sustain our NGO. Because even though we're an NGO, we have to think in a business manner in order to sustain our mini projects. The Nawaya Network hopes that by connecting these disadvantaged youth to opportunities, they would be less likely to engage in crime, violence, and drug use. And alternatively, they would have something to focus on that's positive, that helps them build their self-confidence, their sense of self-worth, their leadership skills. خلال السنتين الماضيات، دربنا أكثر من 100 شاب نفذوا أكثر من 100 مشروع فعالية شارك فيهم أكثر من 1000 متطوع وخدموا بشكل مباشر ما يقارب 20,000 شخص في مدينة إربد. استطعنا من خلال مشروع التمكين السياسي للشباب اليمني من توقيع 4 اتفاقيات مع السلطات المحلية حدد من خلالها دور فعال للشباب في اتخاذ القرار وكذلك توفير الخدمات الصحية والتعليمية لعدد 35,000 شخص من الأسر المهمشة. I aspire a world, an Arab world, challenge free to the blind people with equal rights and access to education, employment and medical health services. We would like to have a think tank where young people are coming, sharing their experiences, their ideas for change for the better Egypt. When asked about the number of volunteers at Yara, I answered that the whole world is one big group of volunteers because through our online presence, everyone can adapt the same project in their country. I believe it's very important to dream, but also to act upon your dreams, to start doing something. And you'll be very surprised that while doing so, you'll be attracting the right people to you. الشباب العربي لازم يؤمن بذاته وبقدراته ويأخذ زمام المبادرة للتغيير، التغيير الإيجابي اللي بيضمن مستقبل أفضل للجميع. Working together, creating partnerships, building on existing initiatives, this is what the Arab world needs. The sense of ownership in everything we see around us. It's ours. Go there, take it, develop it further. إذن بالفعل يعني 10 أشخاص ب10 أفكار جدا مميزة. زينة ومازن وياسمين من مصر أنتوا اللي فزتوا. أحكي لي زينة، توقعتي تنافسي العشرة وتاخدي بالفعل الجائزة؟ يعني أنا بدي أقول أنه كل الأفكار بتجنن وكلنا عن جد مثل ما عم بيقولوا كلنا وينرز. نحن we're privileged أنه طلع لنا هالجائزة. We hope أنه بالمستقبل نوسع، مش بس أنه نضلنا بلبنان، بس أنه نوسع بالعالم العربي. وهيدا الشيء اللي كتير حلو بالجائزة، انه بيشجعوا السكيلينج اب والريبليكيشن مش بس لنفس البلد. مزبوط. وانا هذا اللي لفتني يعني مبارح انا بقرأ عن الجائزة، انه اشخاص من عدة دول عربية شاركوا من جائزة بالاردن، فاكيد رح يحملوا كمان فكرهم وحابين يطبقوا مشروعهم عنا بالاردن. مازن تحكي لي عن الشباب السوداني، عرفنا شوي اكتر، وخصوصا انك حكيت لي مش كتير واثق بطموحاته واحلامه. نحن في السودان عندنا a lot of يعني innovators ولا مبدعين، لكن مشكلتنا انه نحن الشعب السوداني ما بثق في روحه. انا عندي واحد صاحبي هو اول فايز كان للام اي تي فورم بالشهرين اللي هي مليون دولار. ف we have a lot of potential في السودان، لكن مشكلة السودان انه هم كان حكومة كانت ما في دعم لا مادي لا احتواء او يعني تشجيع منتل ولا سبيريتشوال ولا وات كان يو سي مادي او حتى معنوي معنوي بالضبط سبورت. ف ذس از ذا بروبلم، ذس ذا مين بروبلم. مبسوطين انه من خلال هالجائزه راح تقدروا تحققوا هالمشروع، وهو بالفعل العشرة فايزين لانكم كمان يعني خضعتوا لورشات تدريبيه. تحكي لي عنها. تميز في المشروع يمكن انه بس بالجائزه الماديه بتميز المشروع انه في عده دورات تدريبيه بتساعد الشباب انه والمشاريع يكبروا مشاريعهم ويوسعوها لعده مناطق. بالاضافه انه في برنامج اضافه السنه هاي اللي هو منتورشيب بروجرام، راح يكون لكل واحد من الشباب المشاركين مرشد يساعده على مده سنه بمشروعه ويحاولوا كيف يجتاز المصاعب المشروع. بالاضافه مشاركتنا بالمنتدى الاقتصاد العالمي
اللي اعطتنا فرصة نشوف مجموعة كبيرة من رجال الأعمال والقادة في العالم ونتعرف عليهم ويعرفوا على مشاريعنا اللي هاي بتساعدنا كمان نطور ونكبب مشاريعنا. حلو. ونادي بحب تحكي لي، كنا نحكي عن جلالة الملك، قدي حلو إنكم تعرفتوا عليه عن قرب وتعرف كمان عن أفكاركم، قدي عنالكم أنتم كمشاركين؟ زي ما كنت عم بحكي، أول إشي لباقته بالحديث، متحدث رائع بيستمتع الواحد يسمع له، بس بنفس الوقت القرب اللي كان، يعني كيف أجا لعنا بتواضع شديد، كيف حكى معنا، شجعنا، حكى جملة كتير كتير قصيرة لأنه ما كانش في وقت وكنا على المسرح، بس يعني كانت كتير واضحة إنه إحنا معكم، أنتوا هلا جزء، وحكى شغلة جميلة إنه أكيد رح نلتقي. حلو حلو. فأكيد هذا بيعطي تشجيع، لأنه أول عآخر إحنا بنقولها social entrepreneurs أو ناس بنشتغل بالمجتمع، في كتير ظروف اللي مرات بكون واحد يقول أوف خلص اتعبت ومش قادر، وهاي اللفتات البسيطة مش معقول شو بتعطي الواحد دفع. طاقة صح. إنه يستمر. صح أكيد، تستاهلوا الإبداع وتستاهلوا الدعم كمان اللي تلقيته. بدي أشكركم نادية عروري، شكرا لحضورك، وكمان سعيد أبو الحسن شكرا لك، زينة صعب من لبنان ومازن خليل من السودان ألف مبروك الجائزة، وكمان أنتوا ألف مبروك الأفكار الحلوة والطاقة الإيجابية اللي راح تنشروها من خلال مشاريعكم بالمجتمع. شكرا لحضوركم، شرفتونا. كملين معكم، استنونا بعد الفاصل مع رندا. بجيش الدفاع الإسرائيلي. عربي عربي. لأن التلف بيبدأ من قلب الشعرة، ضعف خبير معالجة الشعر من القلب. في الحلقة القادمة. أنا كمان صحي عندي هانج أوفر. بس ما تفكرنيش، امبارح قعدنا نضرب لحد ما تعمينا. مش شايف إن لسه بدري عليك شوية في الموضوع ده يا أبو حميد؟ أنا مش مليون مرة قبل كده قلت لك ما تاكلش بره في الشارع؟ ده أنا بسيب الشغل وأجي مخصوص أطبخ لكم عشان ما فيش شغلات تحط إيديا في الأكل. ده أنا حتى لما جيت زورتك في المستشفى وأنت في عز أزمتك معاه ما حكيتيش برضه أي حاجة. وأنا مش هستنى البوليس لحد ما يروح يدور عليه ويجيبوه لحد عندي. مع سبق الإصرار غدا الساعة 6:30 مساء. أسعد إذا بده يعزف ساعة على الجيتار بده 20 طقم أوتار. 20 طقم مرة.